اعتقال وتصعيد واحتجاجات، مشاهد متكررة في أغلب المدن المغربية. فبعد مظاهرات أصحاب المآزر البيضاء من المعلمين والأطباء، أصحاب الجبة السوداء يواصلون احتجاجهم تلبية لدعوة الجمعية الوطنية للمحامين للمشاركة في مسيرة شعبية دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية الأحد المقبل بالعاصمة الرباط. دعوة المحامين للمشاركة بكثافة في هذه المسيرة تأتي احتجاجا على ما يعيشه الشعب المغربي من غلاء فاحش وقمع مخزني وقهر اجتماعي أغرق الشعب المغربي في دوامة الفقر والحاجة. قلت المعيشة ديالها ضربت في ثلاثة، راه الشعب الوحيد اللي تدكت فيه العظم ومازال صابر. حنا خدامين كلشي كيقولوا تزاد ياك، دابا حنا خدامين غير طالبين معاش وما عندنا وظيفه ما عندنا والو ياك. كتجبر 200 درهم كتدخل بها السوق كتبقى لك منها 50 درهم، هاد 50 درهم ما تمشي ندا، خصك الزيت، خصك السكر، خصك اتاي، خصك بوطه، وهادشي هذا كامل كيقول لك حنا زدنا غنزيدوكم في الدعم، ما يزيدوناش في الدعم، يطيحوا لنا غير السوق. الله يخفف علينا والله يرحمنا والله يهديهم علينا. عشرات المنظمات المغربية والهيئات النقابية انضمت للمشاركة في هذه المسيرة الشعبية، ما دفع حقوقيين للتحذير من انفجار الأوضاع في البلاد نتيجة تسلط النظام، داعين إلى تجاوز القمع وبناء دولة الحق والقانون التي تكفل الحريات وتحترم الرأي والرأي الآخر. وعكس ذلك فإن المجتمع المغربي محكوم عليه بالدخول في مواجهات قد تخرج عن السيطرة.